السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سعود الخميس صاحب مدونة الشعاري، وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن التحديث الجديد لمتصفح سفاري 5. طبعا هو متوفر للتحميل لأصحاب الويندوز وأصحاب الماك. أول خاصية اللي هي خاصية الريدر. خاصية الريدر تفيد من الدرجة الأولى للناس اللي تحب القراية وما تحب التشتيت أثناء القراءة. مثلا دخلنا مقال طويل، طبعا معروف في المدونات، راح تلاحظ هنا قائمة جانبية أو إعلانات متحركة راح تسبب لك نوع من التشتيت أثناء القراءة، خصوصا إذا كان المقال طويل. اللي راح نشوفه جديد في المتصفح الزر أو الأيقونة الريدر اللي هنا، أول ما تضغط عليها راح يظهر لك المقال بشكل مستقل، وراح يعني يقلل من التشتيت، يعني يخفي لك القائمة الجانبية والإعلانات. وأفضل ما في هذه الخاصية إنك تقدر تسوي زوم للنص، تقدر ترسله عن طريق البريد، تقدر تسوي له طباعة. خلونا نجرب نرسله عن طريق البريد. أول ما نسوي له إرسال عن طريق البريد راح يودي لك المقال كرسالة جديدة بالكامل، ويوفر عليك الجهد الكبير، وراح يضيف لك رابط المقال كمصدر. خلونا نشوف الخاصية الثانية وهي سرعة الوصول. مثلا كتبت هنا على مابل، راح يخمل لك على حسب الهستوري اللي عندك، وراح يوديك العالم أبل. خلينا نكتب أشعاري. لاحظوا كل مثلا كل الـ يعني الـ الأشياء المرتبطة بكلمة أشعاري في الهستوري راح يظهرها لي. تقدر تختار أو تشوف الرابط على اليمين وتضغط عليه. مثلا خلينا نشوف أشعاري على طول بدون ما أكمل الكلمة. والخاصية الجديدة الأخرى اللي هو صار دعم أكبر لل HTML5، يعني صار دعم أكثر لل HTML5 مثل الفول سكرين للفيديو وإلى آخره، تقدر تقراها من القائمة هنا. والخاصية الأخرى أضافوا محرك بحث بينج هنا، تقدر تختاره. مثلا خلونا نبحث عن عالم أبل. طبعا اللي حاب يجرب ال HTML5 يروح لموقع أبل أو يشوف المقال المكتوب في عالم أبل ويدخل من خلاله إلى هذه الصفحة، راح تشوف وتجرب الصفحات اللي مسوية من ال HTML5. طبعا جدا سريعة وسلسة، وآخر خاصية وهي جميلة جدا وراح يكون لها في المستقبل شأن كبير اللي هي الإضافات. طبعا ما شفت ولا إضافة نزلت في موقع أبل، لكن أول ما رحت صفحة إضافات قالوا لي تقدر تصير مطور للإضافات بشكل مجاني. إن شاء الله تكون كل الخصائص مفيدة كما أفادتني، ويلا يعطيكم العافية.